السلام عليكم. في الفيديو ان شاء الله هنتكلم عن فيفو واي 97، الموبايل اللي نزل من شركه فيفو بعد اوبو اف 9، واللي انا بسميه النسخه الاوحش من الاوبو اف 9، لان هو تقريبا نسخه طبق الاصل من الاوبو اف 9، بس كمان الاوبو اف 9 بتفوق عليه في حاجات. هنتكلم عن مواصفات الواي 97، وكمان هقول لك ليه انا بفضل الاف 9 على الواي 97. بدا كده اتاكد انك عامل لايك للفيديو ومشترك في القناه. يلا بينا. فيفو واي 97 جاي بحجم شاشه 6.3 انش، نفس حجم شاشه الاوبو اف 9، وجاي بريشيو 19:9، مش 19.5:9 زي الموجوده في الاوبو اف 9، وده حاجه مختلفه فيهم. الواي 97 جاي بريزوليوشن 2280 في 1080، اقل من الريزوليوشن اللي جاي في الاف 9 اللي هو 2340 في 1080، ودي اول حاجه تحسب للاوبو اف 9 على الفيفو واي 97. الواي 97 جاي باندرويد اوريو 8.1. بالنسبه برضو للمعالج، هتلاقي نفس المعالج الموجود في الاوبو اف 9 موجود في الفيفو واي 97. الواي 97 جاي بمعالج هيليو بي 60 من شركه ميديا تك، معالج 8 نواه اوكتا كور، نفس المعالج الموجود في الاوبو اف 9، وكمان نفس المعالج الرسومي اللي هو المالي جي 72، فالمفروض ان هو نفس اداء الاوبو اف 9 بالظبط. الواي 97 هينزل منه نسخه 128 جيجا بايت ذاكره انترنال و4 جيجا بايت رام. الواي 97 هيكون جاي بثلاث كاميرات، اثنين في الظهر وواحده اماميه. الكاميرتين اللي في الظهر هتكون واحده فيهم 16 ميجا بكسل فاتت عدسه f2.0، والثانيه هتكون 2 ميجا بكسل فاتت عدسه f2.4، ودي للبوكا افكت او للبورتري مود. اذا العزل هنا برضه هاردوير زي ما حصل في الاوبو اف 9. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه فهتكون 16 ميجا بكسل فاتت عدسه f2.0، والكاميرا الاماميه والخلفيه في الموبايل ده بيصوروا 1080 بي 30 فريم بير سكند. فيفو واي 97 برضه هيكون جاي بمايكرو يو اس بي زي ما نزل برضه في الاوبو اف 9، وده طبعا عيب في الموبايلين. انا مش عارف ليه لحد دلوقتي الشركات بتنزل مايكرو يو اس بي بدل ما ينزلوا تايب سي، وعارف 2018 داخلين 2019. بطاريه الواي 97 جايه 3315 ملي امبير، وده اقل من الاوبو اف 9 اللي كان جاي ب 3500 ملي امبير. دي كانت مواصفات الواي 97، ولحد دلوقتي احنا ما لقيناش ميزه تميز الواي 97 عن الاوبو اف 9 عشان تروح تشتريه وما تشتريش الاوبو اف 9. موبايل له نفس الديزاين واقل فيه المواصفات من الاوبو اف 9، وكمان الاوبو اف 9 فيه حاجات جميله ممكن تشتريها عشانه، منها مثلا ان هو جاي بطبقه حمايه من كورن جوريلا جلاس 6 اللي هي مضاده للكسر والخدش، بالاضافه للاوبو اف 9 بيدعم الفوك فلاش تشارج اللي هو بيشحن 75% من الموبايل في نص ساعه بس، وبرده الشركه قالت لك تشحن 5 دقائق وتتكلم ساعتين، فكل دي مميزات في الاوبو اف 9 ومش موجوده في الفيفو واي 97. طبعا كنت عامل مراجعه كامله للاوبو اف 9، هتلاقي الفيديو ده موجود في الاي اللي فوق، وهتلاقيه تحت في الديسكربشن اللينك بتاعه، ده لو حابب يعني تعرف اكتر عن الاوبو اف 9. وبكده يكون خلص الفيديو، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش لايك وشير وكومنت برايكم في الفيديو، ولو عندكم اي استفسار عايزين تسالوه لي اكتبوه تحت في الكومنتس عشان بقرا كل الكومنتس وبرد عليها، ويا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم نوتيفيكيشن اول ما انزل اي فيديو جديد على القناه، ويا ريت طبعا تتابعونا على منصه السوشيال ميديا من اللينكس تحت في الديسكربشن. يلا سلام. يا ترى ليه الفيفو واي 97 ما نزلش قبل الاوبو اف 9 وضرب الاوبو اف 9 في السوق؟